في وقت تتضارب فيه الروايات حول مصير رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر المعروف بالحاج محسن، تبرز تساؤلات حول مدى قوة وقدرة جهاز الاستخبارات لدى حزب الله. بحسب المعطيات الأخيرة، الهجوم الإسرائيلي على بيروت لم يكن مجرد محاولة اغتيال فؤاد شكر بذريعة وقوفه وراء هجوم مجد الشمس، بل كرسالة تهديد واضحة من الجانب الإسرائيلي لتظهر قدرتها على الوصول إلى أي مكان. ما يثير التساؤلات بحسب محللين هو إعلان حزب الله عن اتخاذ احتياطات أمنية من خلال إخلاء بعض المواقع الاستراتيجية في جنوب وشرق لبنان تحسباً لأي هجوم إسرائيلي محتمل. لكن رغم هذه الخطوات، كان الهجوم الإسرائيلي الذي خلف 3 قتلى ونحو 70 جريحاً موجهاً نحو الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يتواجد بحسب ما وصفته إسرائيل مسؤول مشروع تعزيز دقة الصواريخ التي يمتلكها حزب الله فؤاد شكر، بالإضافة إلى المراكز الرئيسية مثل مبنى مجلس الشورى ومكاتب نواب الحزب اللبناني. فيما تعتبر هذه الغارة الثانية على الضاحية الجنوبية بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العروري في يناير الماضي، الأمر الذي يدل على مدى قدرة الاستخبارات الإسرائيلية على اختراق حزب الله أمنياً.